فيك بدي بكره حدا أنا صحفي وأكتب وأدافع عن مساحة الحرية التي أكتب بها بكل قوة، وأعتبر أنه هذا حق المقدس في أن أكتب وأبدع وأفكر، وتضمنه كل القوانين الفلسطينية وحتى الأعراف الإنسانية في العالم أجمع، وهذا ما أدافع عنه. للأسف هي يعني كان في عندنا نسخة وحيدة واجت اليوم اللي هي أجهزة السلطة وتم مصادرتها بقرار من المدعي العام. ما بيطلع لحد يصادر حق حدا لا في القراءة ولا في غيره. كان مكتوب في الكتاب اللي من المدعي العام إنها بتنافل الأخلاق العامة وفيها شغلات مسيئة للآداب. وتفاجأنا بقرار من النائب العام بضبط وإحضار الرواية والموزع والناشر والمؤلف، وتم مصادرة الرواية من المكتبات وتم اعتقالي بسبب الرواية. سحب الرواية من المكتبات بهذه الطريقة، التسارع بالإجراءات القانونية دون أي مبرر، هذا يثبت أن هناك بوليسية في التعامل مع الأدب، مع حرية الرأي والتعبير في فلسطين، وهذا أمر مؤسف للغاية. التحريض والتهجم الذي ورد في هذه الآراء بالنسبة لي مقلق جدا، خاصة مع الدفعة التي يمكن أن يشعر بها الأشخاص القائمون عليه مع قرار النيابة، وكأن قرار النيابة يوافق على ما جاء في جزء كبير من هذه التهجمات حين يقول أن الرواية تخل بالآداب العامة وتؤثر على الكسر والأطفال، مع أنها رواية للبالغين وهذا أمر بديهي تماما. حتى فاجأت في الموضوع، لأننا في فلسطين لا نأخذ إذا مطبوعات ونشر، في حرية في النشر والتوزيع، وتوزيع الكتاب ليس بجريمة، ومن يحاكم الكاتب والرواية هو القارئ، وهي قناعتي كصاحب دار نشر ودار توزيع. عمليا انا ما عرفت انه ممنوع غير من وسائل التواصل الاجتماعي على الفيسبوك وغيرها، طبعا ما حدش بلغنا انه ممنوع او مش ممنوع، خاصه انه احنا موجودين في القدس والمنع في مناطق السلطه الوطنيه. هلا انا كان عندي مجموعه من الكتب الحقيقه حوالي 20 كتاب تقريبا من بعد المنع، يعني قبل المنع كنت بايع نسخه او تنتين، اليوم بس لما بلغوا الناس وعرفوا الناس على التواصل الاجتماعي وسائل التواصل والمنع بعت تقريبا معظم الكتب، طلع عندي نسخه ونسختين، وبتخيل انه راح ينطلبوا بسرعه وراح يطلب اكثر كتب، وبعرفش اذا يعني إذا رح نتمكن نجيب غيرهم أو لا، لأنه اللي فهمته أنه لموا الكتب من السوق.